أكو كثير من يتحدث أنه سنة منتصف 23 ستكون لربما تغيير بالخارطة السياسية، أو لربما سنعود إلى ذات المربع، قد تكون استقالة السوداني أو خروجه من المنصب. بس أنا عندي سؤال على هاي من أيه. 23، حتى تصريح إذا شفت محمد الحلبوسي نوه أنه ستكون هناك اضطرابات وتغيرات بمنتصف 23. إذا أردت أسأل سؤال بالعمق، من يحفر للسوداني الآن لأن تكون حكومته مثلا مهلهلة فاشلة، حكومة فساد إلى آخره؟ نصف قوى الإطار، نصف السيادة، ونصف الأحزاب الكردية. يا إلهي، اللي جابوه واللي دعموه واللي رشحوه واللي طبعا رديف الآن وما عنده، وتتبين الأشياء بعد بالموازنة، لأنه هم لا يسمحون، هؤلاء لا يسمحون لرئيس الوزراء أن يسوي قرارات مخالفة للاتفاق الذي تم الاتفاق عليه، يعني الاتفاق الموقع بينهم. عرفت شلون؟ لذلك من يطلع محمد الحلبوسي في لقاء يعني بهذه الصراحة، فالأمور واصلة إلى يعني كسر العظم، كسر العظم. إيه؟ وهو يصدق الأمور واصلة إلى كسر العظم، وحسمعنا تصريحات من القوى الأخرى بإزالة إزاحة السود الحلبوسي عن رئاسة البرلمان، صحيح، والمجيء مثلا بخميس الخنجر كنائب رئيس جمهورية كمثال يعني. فالقوة التي شكلت الحكومة هي التي تسقط الحكومة. ليش أقول لك هو من اللي أسقط الحكومة؟ مثلا صحيح هناك ثورة شعبية في مثلا قضية 19، في قضية 19، بس يعني لو مثلا لو كانت هذه القوى متماسكة هل تسقط الحكومة؟ ما تسقط الحكومة. ليش؟ هو من مثلا صوت على الكاظمي، اللي صوت على الكاظمي منه؟ ذات القوى السياسية، ذات القوى السياسية التي صوتت على استقالة عادل عبد المهدي، بعدين قالوا عميل وقالوا كل شيء. نعم، فلذلك أقول بصراحة أنه القوى السياسية التي تشكل قوة رئيس الوزراء، إذا لم يستطع رئيس الوزراء التملص منها ويعني إنتاج قوة جديدة، قال وهي طبعا المشكلة بدي يعون قوة منصب رئيس الوزراء. عم منصب رئيس الوزراء كلش قوي بالعراق، صح صح فعلا. اللي تعرف شنو يعني؟ يعني هسه السوداني إذا قرر أي قرار يقول أنا خارج عن كل هذه القوى السياسية وروحوا أنتوا سقطوني، يمكن 80% من الشعب يروحوا وياه، صح لو مو صحيح؟ صح. هذا وخاصة أنت إنه الجماهير والشعب اللي هي هاي منسية الحقيقة، هاي سجلت النسي، إنه ما يحبون هاي الأحزاب، يكرهوها والله العظيم، كل إحنا نكره. حتى يعني يجوز أنا أكره مثلاً الحكمة، بس ذاك يكره التيار وذاك، يعني هم واحد، إذا كلها مكروهة الأحزاب، معناتها بالنتيجة الكلية أنه الأحزاب التي تشكل عملية سياسية مكروهة. أي، وإذا كانت قرارات شجاعة وجريئة ممكن أن تغير المشهد، ممكن أن تغير المشهد، وممكن أن تضيف قوة جديدة إلى وتضعف الآخرين اللي هم بالأساس ضعيفين، قوتهم هي من هذه المؤامرات الداخلية. جميل.